كيلو الرز ب10 جنيه والسكر كمان، حتى الدقيق ب12 جنيه. بس لو معاك واحدة من العربيات دي انسى تلاقي الأسعار دي، وساعتها عليك وعلى مكان واحد بس هتلاقي فيه الأسعار أقل بكتير من باقي السوق. ايه الحكاية؟ ووزير التموين طلب ايه من الناس؟ وهل حل مشكلة الفينو؟ خليكم معانا في الفيديو ده هتعرفوا كل التفاصيل. حوار مهم للدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وده كان مع الإعلامي عمرو أديب، جاوب فيه على أسئلة كتيرة جدا سواء كان لها علاقة بالدعم أو الأسعار اللي جننت المصريين. حسب المصلحي مصر فيها 23 بطاقة تموين سارية، بس من هنا ورايح اللي معاه عربية ملاكي من موديل 2018 وانت طالع مش هيكون في بطاقة التموين. في المقابل وعد الوزير كمان بفتح الباب قريب جدا لإضافة المواليد الجدد على البطاقات للأسر الأولى بالرعاية. كمان أكد إن الوزارة بتحاول إنها توفر السلع بأسعار مقبولة للطبقة المتوسطة بره منظومة التموين، وأقرب مثال على كده السكر. فمثلا كيلو السكر عند البقال هتلاقيه بيبدأ من 14 جنيه ل16 جنيه، بس الوزارة بتوفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من السوق علشان تبيعه ب12 جنيه. أما بقى السكر على البطاقة التموينية فسعره 10 جنيه ونص للكيلو، وكل فرد في البطاقة التموينية من حقه إن هو ياخد 2 كيلو سكر شهريا. كمان اتكلم وزير التموين عن أزمة الدقيق وقال إن الوزارة بعته للمخابز السياحية والإفرنجي بسعر 10,000 جنيه للطن علشان يشتغلوا ويطلعوا إنتاج كفاية من غير ما هم يضطروا إن هم يرفعوا الأسعار على المواطنين. هنا اعترف الوزير إن المخابز في بداية الأزمة صدرت رغيف الفينو، ولكن مع بيع الدقيق من وزارة التموين دلوقتي الكل التزم بتثبيت للأسعار مع حجم الفينو المتفق عليه بسعر 75 قرش للرغيف ووزن 45 جرام، والرغيف وزن 75 جرام بسعر جنيه. أما بقى لو هنتكلم عن أزمة الرز، فالوزارة خدت أكتر من قرار علشان تحل الأمور. فمثلا استوردت 50,000 طن رز هندي لأول مرة من 2019، وده علشان تغطي احتياجات السوق لغاية ما يتم حصاد الرز في الموسم الجديد وطرحه في الأسواق. كمان ألزمت الفلاحين بتوريد طن على كل فدان أرز، وده خلال موسم توريد الأرز الشعير في موسم السنة دي. كمان أعلنت الوزارة في سبتمبر اللي فات عن تسعيرة جبرية للرز بحيث ما يزيدش سعر كيلو الرز السايب عن 12 جنيه ولا كيلو الرز المعبق عن 15 جنيه. مؤخرا بقى رفعت السعر ل 16 جنيه و50 قرش لبعض الاصناف عالية الجودة علشان تضمن تواجدها في السوق، لكن البيع بالسعر ده محتاج تقديم مواصفات معينة علشان يتوافق عليه، لكن سعر الرز على البطاقة بحوالي 10 جنيه للكيلو. في النهاية وجه المصلحي كلامه للناس وقال لهم ما تسكتوش لو لقيتوا بقال مزود أسعار السلع، وساعتها لازم تتصلوا على رقم 195-88 لحماية المستهلك. كمان تقدروا تتواصلوا مع شكاوى مجلس الوزراء على رقم 165-28 وبلغوا كمان باللي حصل معاكم علشان نقدر ان احنا نوقف اي تاجر جشع عند حده. انتم بقى بتشتروا السكر والدقيق والرز بكام؟ وبتتصرفوا ازاي لو لقيتوا التاجر مزود عن السعر الرسمي؟ هل جربتوا تشتكوا لحماية المستهلك ولا بتشتروا وخلاص؟